الشخصية المغربية بطبعها ميالة إلى التسامح وميالة إلى الائتلاف وإلى قبول التعدد وإلى البحث عن أرضية التعايش المشترك، وكل ما يمثل سلوك داعشي، سلوك متطرف، سلوك تكفيري يمثل وجه سلوكي داخل على المجتمع المغربي وبعيد كل البعد عن أعراق وعن تاريخ وعن السجية الثقافية والطبيعية لهذا الشعب الطيب. ولكن في ذات الوقت ينبغي لنا أن نتبنى الإدانة الصريحة الواضحة لتنامي لغة التكفير في منطقتنا، وينبغي لنا كذلك أن نتكاتف فيما بيننا بصرف النظر عن الاختلافات العرقية والدينية والمذهبية والأيديولوجية والسياسية. نتكاتف فيما بيننا لحظر ولمواجهة خطاب التكفير والخطاب الذي يحرض على الكراهية وتتولد منه ممارسات قمعية أو عنف أو سلوك يعامل المواطنين بعين التمييز العنصري أو العرقي.